انشقت الارض وبلعتها. ليه بتعطيني انا؟ بدي بنتي يا ناس، لقوا لي بنتي. شو لقيتوها؟ لك كيف بدنا نلاقيها نحن؟ ناطرينكم الكم. انا ما لقيت حدا، ضرمت الدنيا كلها ما لقيت حدا. يا جماعه انتم حكيتوا حدا من اصحابها؟ حكيتوا اهلكم مثلا؟ ما بدي حدا يعرف بشي ابدا. اصلا ما حدا اجى من اهلي على العرس. كلهم ما وافقوا اني اعطيها لواحد يقتل مرته. طويلي عرابتك تحكي كلمه بالعاطل عن ابني. يعني مش لازم نخبر الدرك؟ لا دخيلكم، ما تدخلوا الدرك بالموضوع. كيف يعني ما نخبر الدرك؟ البنت لازم نلاقيها قبل ما يخلص النهار وقبل ما تعتم الدنيا. اصلا بنتي بتخاف من العتم. بتخاف من العتم؟ دخلك فطمطيه ولا بعد؟ يا الله، لو عارفه انه هالطفله مجذوبه ما كنت جوزتها لابني وبليته هالبلوي. انبليت ايه هالبلوي؟ هلا شايفه انت انه ابنك اللي انبلى هالبلوي؟ ولا نحن اللي انبلينا؟ لا، مش ابن الهربان على الطريق وداشر، بنتكم الحمارة اللي هرباني. ايه هيدي اذا كانت حمارة مش مقطعة موصلة وهرباني مع شي شاب بتحبه، عامل لها اللي لازم وخايفة ابنك شوف القضية. اسكتي لي! اوعى تجيبي سيرة بنتي بأي كلمة برات الطريقة. روق أبو ضحى الله يخليك زرع بدقني، معلش نحن مش جايين نعمل مشاكل هون، لازم نلاقي البنت. لازم قبل كل شي نقول لباسم إنها هربت. باسم جوزها ولازم يعرف بكل شي صار. دخيلك ما تخبري بفقد أعصابه، مش ناقصنا مشاكل الله يخليك. لازم يعرف، أنا بخبره على طريقتي ما تعطلوها. والبنت، لازم نلاقي البنت. هلا بنشوف شو بنعمل، بالأول خلي يعرف جوزها إنها هربت، واللي لازم يصير بعدين بيصير، ما تعطلوها خليكم.